السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء، كيراكم بخير، أموركم هانيه، كلشي مزيان. نتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، وكنتمنى لكم جمعة مباركة، والله يحقق لكم داكشي اللي كتمنوا في خاطركم إن شاء الله، وكل واحد إن شاء الله يلقى الوظيفة اللي كيقلب عليها وتحسن الوضعية. إذا خوتي، إعلان جديد غادي نبارطاجي معكم بخصوص أوتيل سلمان، كاين مدينة مراكش كيقلب على لي بروفيل اللي هما هادو اللي غنذكرهم لكم الآن. ألو، كيقلبوا على شيف دي كويزين، شيف دي باتيسيير، شيف دي بارتي، ميتر اوتيل، شيف دي رون، كومي دي رون، اوتيس داكوي، ريسبسيونيست، اجون دي ريزيرفاسيون، اسيستانس غوفيرنانت جينيرال، باجاجيست، فواتوريير، فوندوز، انيماتريس، كيدز كلوب، ريسبونسابل كومونيكاسيون اي ماركتينغ. اذا هادو التخصصات اللي حاليا متوفرين في الاوتيل كيقلبوا عليهم الاخوان. كنتمنى انكم تبوسيلي، والله يجازيكم بخير لهاد لي زوفر اللي ذكرت لكم الان في هاد الاعلان. اوتيل كاين في مدينه مراكش، سلمان مراكش. حمله التوظيف راه حاليا جاريه، راه كيوظفوا الناس كيدخلوا. الا كنتو خوتي خواتاتي انا كتذكر وانا في طبيعه الحال. ايضا بالنسبه للطلبه اللي بغاو يدوزوا لي ستاج، يمكن لكم انكم تبوسيلي لهاد الاوتيل، يعني راه طالب بزاف بزاف ديال التخصصات. الا كنتو كتخدموا في الريستوراسيون، لا كوزين، في لاباتيسيي، كنتي كتخدمو في سائقين، لي زوتيس داكوي، لي كومي دي رون، دونك هادشي كامل، ريسبسيونيست، لي زاجون دي ريزيرفاسيون، ايضا ذكور واينات، لي فوندوز، يمكن ليكم صيفطو طلبات ديالكم. اذا بالنسبة لي زافيش اللي هما هادو كيما كتلاحظو، لي زافيش الاعلان ديال لوتيل اللي دايرين، كويزين اي باتيسري، شاف دي كويزين، شاف دي باتيسيي، شاف دي بارتي. هنا لافيش الثانيه حتى هي بخصوص الريستوراسيون، يعني الناس اللي كيخدموا في الريستورون. هنا لافيش الثالثه اللي هي متعلقه بليفيرجمو، و لافيش اللي متعلقه بالريسبونسابل كومونيكاسيون و ماركتينغ. اذا اللي بغى يبوستيلا الاخوان فهاد لادريس ايميل غتصيفطو طلبات ديالكم فهاد لادريس ايميل اللي هي recruitment@salmanmarrakech.com. صيفطو الان اعلان ريلات، تحط غير هاد العشيه الاخوان، تحط غير اليوم، حاولوا تبوستيليو وصيفطوا الطلب ديالكم. وإلا كنتو قراب لوطيل، يعني كتسكنوا في مدينة مراكش وقريب ليكم، ما فيها باس أنكم تمشيو تبوستيليو مباشرة، تحطوا السي في ديالكم، وفي نفس الوقت صيفطوا الطلب ديالكم عبر لادريس إيميل اللي هي هذه. إذا غنكتبها لكم خوتي في صندوق الوصف، وغادي نخليها لكم أيضا في أول تعليق. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقوا في إعلان جديد. تبارك الله عليكم خوتي، كان معكم أبو ريان. ما تنساوش لايك الفيديو وبارطاجيو مع أصدقاء والحبايب باش كلشي يستافد، ونتلاقوا في إعلان جديد. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.